اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين نهار جديد. وكلامنا في هذه الفقره هيكون عن موضوع مهم جدا، ويمكن انا بشوفها دايما هي مسؤوليه، ممكن تكون مصدر سعاده لينا وممكن تكون تجربه مؤلمه لينا وللي حوالينا. لما بنتكلم او نفكر ان احنا نربي حيوان في بيتنا، احيانا نلاقيه مش بس الصغيرين اللي بيفكروا دايما بيفرحوا جدا بتربيه الحيوان، انما كمان الكبار احيانا ممكن يكون شايف انه عنده وقت فراغ كبير، لا انا عايز اربي، انا محتاج ان انا ابقى عندي حيوان. لكن هل فكرنا في تطعيماتهم، في مشاكلهم، في امراضهم، في رعايتهم؟ يعني بعض هذه الانواع بتحتاج رعايه معينه، قص ضوافر، شعر، حمام دايما بشكل مستمر، الحموم بتاعه مختلف. كل التفاصيل دي احنا فكرنا فيها، هل احنا قادرين عليها؟ للأسف في ناس بتجيب هذه الحيوانات وبعد فترة ممكن تمل أو تزهق وتسيبها في الشارع أو تعرضها للتبني أو تفكر فيها كتجارة وتكسب منها، ومتفكرش في الحيوان ورفق بالحيوان وقديه هو ممكن يكون ثواب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. إزاي ممكن هذا الحيوان يكون باب للجنة أو باب للنار؟ في قطة، في سيدة دخلت النار في قطة، وفي راجل مجرد ما سقى كلب دخل الجنة. فخلينا نفكر دايما مع نفسنا ونكون قدر المسؤولية قبل ما ناخد قرار زي ده، واللي النهاردة حابين نتكلم فيه مع حضراتكم كيفية التعامل والعناية بالحيوانات الأليفة في المنزل. واللي هيكون معانا طبعا ضيفتنا الجميلة اللي هتشرفنا وتنورنا وهتجاوبنا على كل هذه التساؤلات في الاستوديو، دكتور نانسي الكسار، طبيبه بيطريه بحدائق الحيوان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك، نورنا دايما وشرفونا. الله نورك، وانا سعيده جدا ان اكون معاكم النهارده ونتكلم في موضوع فعلا يعني انا بحبه، ويعتبر من الحاجات اللي بقت في زماننا لا ما عليها سبوت، يعني لازم نتكلم فيه. حقيقي يا دكتور بقى مفيش بيت النهارده ومفيش حد ما بيربيش او حتى بيتعامل مع حد بيكون بيربي. هي بقت جزء من حياتنا وجود الحيوانات، مش حاجه بقت منفصله او يعني حاجه كده عشوائيه، او وبقى في ناس كتير مهتمين بالتربيه السليمه، واللي ما بيعملش حاجه مظبوطه عايز يعرف المظبوط ايه فبيسال. وانا شايفه ان يعني في تطور في المستشفيات البيطريه على مستوى الدوله، والاطباء البيطريين الحمد لله يعني حابين المهنه، وفي تطور يعني في رعايه الحيوانات الاليفه. يعني بقى غير زمان، بقينا بنشوف دلوقتي العيادات البيطريه موجوده في يعني حوالينا في كل مكان. النهارده لو احتاجنا حاجه هنلاقي على طول المكان اللي نلجأ له. بس حضرتك شايفه ان تربيه الحيوان الاليف يعني في ضروره النهارده لتربيته، مهم وليه فوائد ولا لا؟ هو كان في البدايه كان نوع من انواع يا هوايه يا تقليد، يعني انا بقى عندي الهوايه دي بحبها. في ناس عندها هوايه تربيه الحيوانات وبتبقى بروفيشنال في حتى ان هي تجمع معلومات عنهم او تربيهم، او يعني في ناس عندها الجزئيه دي من عند ربنا، وفي ناس تاني بتشوف الناس دي فبتبقى عايزه تقلدها، فتيجي تقلدها بصوره تقليد كوبي بس من غير فكر، او صحيح. من غير مثلا تحمل المسؤوليه اللي حضرتك بتتكلمي عنها. صح. فده الفرق في زماننا اللي احنا فيه ده، مع اللي انا بشوفه على نطاق كبير علاقاتنا الاجتماعيه بقت شويه ضعيفه. فبقى الحيوان اللي يتعامل معاه سواء بيقلد او سواء تاجر او حد جه في طريقه حيوان، بيغير فعلا من المود بتاعه. فجأة ممكن تبقى أنت في منتهى الاكتئاب تلاقي حيوان ممكن يخليك تضحك، تلاقي حد جنبك بيطبطب عليك كده من غير مش عايز منك حاجة، هو حبك لأنك أكلته. صحيح. ظاهرة مش ظاهرة، هي مرض التوحد اللي انتشر في الأطفال، يعني بقت الفحوصات عنده بقت أوسع، فبقى نكتشف الأمراض بتاعت الأطفال. فنلاحظ إن يعني شفت كذا حالة من ضمن علاجات التوحد وجود كائن حي بيحرك الطفل أو بيلفت انتباهه أو بيخليه يتعامل مع العالم الخارجي اللي هو بعيد عنه أصلاً. صحيح. فدي من الحاجات اللي لو طفل وحيد بقى ما عندوش إخوات في البيت، الطفل الوحيد ممكن يستغنى عنه. هي الخوف الوقتي ولا بقول بجد خوف ان ممكن الناس تستغنى عنهم عن التعاملات البشريه. انت مش قادره تتخيلي يعني تدخلي بيت تلاقي حد فرحان بيكي ويتنطط حواليكي، عيانه يقعد تحت السرير لغايه ما انت تقومي، يتفاعل معاكي تفاعل. صحيح. تخلي روحك متعلقه بيه. صحيح. يعني حتى لو انت ما بتحبوش او حد جابه وانت
تتفرجي عليه تدريجيا هتعاطف. العطاء نفسه بيبقى نوع من انواع الحب يعني. لما تشوفيه هو بياكل كده وتجيبي له اكله وكده. انا شفت ناس يعني نقول درجات علميه وناس يعني كنت حد كبير كبير يعني مع احفاد وكده، يوم لما القط بتاعه مثلا بيتوفى او على الترابيزه ان هو مثلا خلاص في المرحله الاخيره بلاقيهم بيعيطوا. الدموع دي مش دلع او يعني مش دموع يعني قلبه خفيف، لا دي دموع عشره. ففعلا اللي يربيهم يعني احنا في زماننا ده محتاجينهم يعني. مش صحيح. مش هم اللي محتاجيننا، احنا اللي محتاجينهم في حياتنا. انا عايزه اقول لحضرتك اني مره سمعت حد بيحكي الدكتور نفسي عن مشكله واحد شاب بيعاني دايما طول الوقت في الدراسه ودايما بيحب قوي تربيه الكلاب. فالدكتور النفسي على طول ساله قال له هو ما عندوش اب؟ قال له اه. قال له هو ده يعني بيعوض فقد الاب في تربيه الكلاب اللي بيحس بانه يعني عارفه ان الرعايه والالتزام والمسؤوليه فتجاه الكلب حس انه بيعوض جزء مهم جدا. هي عواطف مش مشروطه. انا هحبك من غير شرط، انت عشرتني اكلتني ربيتني جنبك انا حبيتك بجد. فتلاقي مع الوقت هي الحاجات ما بقتش موجوده اصلا. فلما تشوفي كده ايه ده انت في حاجات زي كده، فتلاقي الناس بتحبيهم تتعلقي بيهم. البيت بيعملوا جو جميل في البيت. ويمكن من ايام الفراعنه اكتشافهم انه تقديسهم للقط ان القط فعلا بيسحب الطاقه السلبيه، ودي كان عن تجربه شخصيه يعني. كان في مكان عندي ما بحبش اقعد فيه في البيت ابدا. جبت قطه للاولاد هي على طول كانت بتقعد في المكان ده. تدريجيا ما اعرفش ازاي بقينا نحب والمكان ده بقى عادي جدا ما فيش اي مشاكل. الله يعني جميل جدا. الناس دلوقتي بتدور على اي حاجه تجيب طاقه ايجابيه، فالقطط من الحاجات لا حد يجربها يكون عنده مكان ما بيحبش يقعد فيه ويجيب فيه مثلا قطه بالذات. القطه هي اكتر حاجه هتلاقيها فجاه كده بتقعد في المكان ده فترات طويله. تدريجيا ما تعرفيش ازاي هتلاقي المكان ده بقى جميل جدا، بيتغير الكيمياء بتاعته بيغير. طب انا عايزه بقى حضرتك يعني بما ان احنا بنتكلم انه جمال تربيه الحيوانات الاليفه وان ليها مزايا وفوائد عظيمه، وخصوصا لو حد بيعاني من مشاكل أو لكن إيه الأسئلة اللي ممكن الشخص يسألها لنفسه أو يفكر فيها قبل ما يفكر أن هو يعني يعتني بحيوان أليف في بيته؟ إيه الحاجات اللي لازم يعني نصايح لحضرتك تقولها له بحيث قبل ما ياخد القرار ده لازم أبقى عارفها كويس قوي قبل ما أفكر أخد حيوان في بيتي؟ طبعا عشان انا اجيب حيوان اليف انا مش عايش في الدنيا دي لوحدي، معايا ناس في البيت. صحيح. لازم يكون متفق مع الجميع. مش انا مش في رضا بين الاطراف. رضا ممكن اكون انا عايزه وغيري مش عايزه، تبقى ماما مش راضيه بابا مش راضي. المشاكل العائليه تبقى على طول نكد، على طول مشاكل لدرجه يكره الواحد اصلا في الحاجه. صحيح. ممكن يكون في حد من افراد الاسره عنده حساسيه من الشعر بتاع القطط. دي مشكله. او فبعد ما بيجي ويكون مكلف او حيوان قيم يكتشف ان في حد على طول بيعطس، على طول نزلات برد، مش نزل يعني على طول عنده مناخيره سايبه وتعبان. صحيح. فيبقى في بقى هاذي فرد من العيله، هو ده ولا انا ولا هو يعني. وفي ناس كانت تقول كده طب ما تخلي التعبان ده يقعد في اوضه لوحده هو. وفي زوجه توقف لجوزها تقول له لا انا يا الحيوان انا يا الكلاب انا يا القطط. مثلا بتبقى زوجه في الحيوان بيحتاج منك مجهود. نظافه. صحيح. اكل، تصحي الصبح تنظفي له وتاكليه وتوديه للدكتور لو تعبان وكده. في ناس بتجيب الحاجه بس ما تعتنيش بيها يعني، انا مهمتي اني جبتها. الشخص الثاني مش عايز، كزوجه مثلا معاه اولاد ومعاه التزامات، انا مش ضد، مش قد المسؤوليه دي. مع الوقت بينتهي الحيوان للاسف القصه بتاعته ان بيعمل مشاكل. فتلاقي ان بعد شويه لازم يكون الناس اللي حواليك كلهم عايزين او متفقين ضمنيا على وجوده، احنا موافقين محدش تعبان. يكون البيت كمان مهيئ، احنا بيوتنا كلها يعني اغلبيتنا بيوتنا صغيره او على قدنا. الا ما نقدر يعني في برضو مجموعه من الناس ممكن تكون عندها سطوح، عندها تراس كويس، جنينه. الحته دي مهمه. جميل. الحيوان محتاج حته خاصه بيه، ما ينفعش يعني طول الوقت احبسه في حته عشان هو كمان ما يتضايقش. الكلب رقم واحد محتاج حته براح يجري. والله يا دكتور انا كنت بقى يعني مصر الجديده كنت دايما لما اجي ماشيه فيها الاقي بلكونه معروفه كده في ميدان معروف جدا هناك، فيها ثلاث كلاب طول الوقت على طول صوت غير طبيعي والشارع كله واقف يتفرج. فكنت استغرب اقول يعني لما حد بيفكر ان هو يعني يعتني بكلاب وحجم كبير ومش كلب واحد ده ثلاثه وحابسهم طول الوقت في بلكونه ليه؟ يعني انا كنت اتذكر حد كان حابس الكلب بتاعه فترات طويله وقت دروس الاولاد في البيت. طبعا هو ليه وقت، مش هو طول الوقت في الحمام محبوس طول ما في درس. فجاه بعد ما الدرس خلص هجم على هو كان متعصب، هجم على حد من افراد الاسره ويعني عضه عض شديد مع انه كلبه.
بس هو خلقه داء يعني يعني محبوس طول جاب اخره جاب اخره محبوس طول اليوم مثلا. فاحنا لازم عارفين ان هو ليه حته كائن حي يا دكتور، روح روح زينا زيها بس ليها ليها اشتراطات معينه للحياه، ما ينفعش نجيب هو مش مجرد يعني. بس هناكل ونشرب. صحيح. هناكل ونشرب يبقى نجيب بقى حاجات تنفعنا. سمكه قاعده في ميه هاديه ما فيش مشاكل معاها، قفص عصافير قفص عصافير مثلا بتغرد كده وخلاص. حتى قفص العصافير برضو تلاحظ ان في ناس مثلا ممكن تجيب 3 4 عصافير وتحطهم في قفص صغير. خنيق الحيوان نفسه، العصفور نفسه مخنوق. حضرتك مش معاك تجيب اكتر من قفص لكل عصفور او قفصين حتى؟ القفص نفسه ليه اشتراطات يعني. صحيح. ممكن يكون لازم كل قفص ليه اتساع معين. المكسم او اللي هو اللي بيقف عليه زي الفرع كده العصفور لازم يكون حاجه مريحه لرجليه. ففي حاجات حتى في الاختيارات لازم نكون بنراعيها. لازم قبل ما نختار حيوان نشوف المكان اللي هيعيش فيه الحيوان ده ايه، ونهيئه له بحيث ان هو يبقى مرتاح واحنا تبقى تجربه حلوه. جميل. احنا شايفين على الصوره الانواع مختلفه واشكال مختلفه من الحيوانات، الاسماك الزينه وحاجات كده يعني بتحسس بالواحد كده بطاقه ايجابيه وروح جميله. اكيد الروح الجميله دي بتبقى حلوه طول ما هي قاعده في مكان نظيف. هي نفسها تلاقيها شكلها نظيف وجميل. يعني لما بتعدي على المحلات اللي بتبيع الحيوانات حبسها زي المساجين في ابسط يعني امكانيات الحياه بالنسبه لهم، يصعب عليكي ايه ده ازاي قاعد في عز الحر طبق ما فيهوش ميه كده. لازم اللي يجيب حيوان يبقى مراعي ان الناس اللي حواليه في متقبلين ولا لا، في حد لا قدر الله تعبان، وفي نفس الوقت يكون يتيح له مكان يتعايش فيه الحيوان ده. هو مش هينفع يعيش معانا في اوضه، او لو انت عايز على حسب المكان على حسب اختيارك للمكان. صغير يبقى حيوانات بس صغيره، مكان عندك مكان كبير هات حيوانات كبيره براحتك. دلوقتي دكتور بقى فينا شايفه مش موضه بس بقى في ناس بتقلد كتير وبقتش عندها وعي او فهم او معرفه بنوع الحيوانات اللي بتقتنيه في البيت. يعني بقى في ناس كمان النهارده خرجت بره اطار الاليفه بقينا بنروح للزواحف وبنسمع عن الشخص اللي يعني وجدوا عنده نمر وجدوا عنده تمساح وقرود ونسانيس. يعني الموضوع ما بقاش يعني مقتصر فقط على الحاجات البسيطة اللي احنا كلنا عارفينها، الأليفة الجميلة الفار الهامستر، الحاجات اللي يمكن حتى كلنا كنا بنخاف منها بدأنا ان احنا نتعايش معاها بالعافية. دلوقتي لا بيروحوا للتعابين والزواحف والحاجات دي. يا دكتور شايف حضرتك ايه وتقييمك لده ايه؟ هو هو نوع من انواع يعني ايه الفضول. انا خلاص بلقط وكلب حاجه قديمه، طب ندخل بقى في حاجه جديده. الحاجات دي متوفره يعني سهلك تحصلي عليها، او في السوق بقى السوداء في اماكن الناس مربياها او كده. الشو ان انا لو اتصور مثلا مع اسد هيبقى شكلي ايه غير لما اتصور مع قطه مثلا. في فرق كبير جدا. الزواحف نفسها السلاحف دي مظلومه في مصر يعني. اللي مش عارف صديم الصرصار مثلا ولا حاجه صغيره مالهاش صوت. هي مالهاش صوت فعلا، بس كائن يعني بيصعب عليه ملوش صوت وبيتعذب. ده عايز مكان فيه شمس، مش عايز كل شويه نشيله ونهبده فيه اللي مكفيه. دي بيات شتوي، دي درجات حراره مهمه. فالسلاحف ممكن كائنات مالها الصوت لكن عايزه طريق يعني طرق للتعايش تكون مريحه بالنسبه لها. عشان كده تلاقي ان عمرها الافتراضي بدل ما تعيش لنا من 50 ل 100 سنه هي كبرها بتكمل سنه والثانيه وتتوفى يعني. عظيم. نتيجه سوء التربيه. تمام. يبقى احنا محتاجين ان احنا نبقى عارفين ومقتنعين انه اكيد البيت مش البيئه المثلى لتربيه هذه الزواحف، محتاجه بيئه معينه. فانا كمان حتى بظلم الكائن نفسه ولازم افكر في ده قبل ما اخد القرار ده. يعني مثلا في الزواحف استاذنك مثلا انا كان ودي حاجه بحب مهمه جدا. كان شاب صغير جاب تعبان من سوق السيده عائشه، بعد ما جابه لها انثى وعندها باضت وطلعت تعابين صغيره. فبيقول لي انا بابا قال لي لا كده كفايه ارميه في الشارع. قلت له ترمي ايه في الشارع؟ قال لي ارمي التعابين في الشارع. قلت له دي كارثه، ارجوك جمعهم ورجعهم للراجل تاني هيفرح بيهم قوي وياخدهم حتى لو مجانا. فالمشكله ان الزواحف او الحاجات الغريبه دي لما هتتكاثر انت مش عارف تتعامل معاها او خايف ما ترميهاش للبيئه. انت كده عملت مشكله يعني. ناس كده كانت لقينا جنب بيتنا حاجه حيوان تعبان مش عارفه حاجات غريبه. دي من ناس ثانيه بتربي وما عرفتش تتعامل. صحيح. واحده والله يا دكتور من احد البلوجرز المشهورين كانت لسه بتتكلم انها لقيت في الفيلا بتاعتها في التجمع تعبان. في
في الفيلا، ومره لقيته في الحله، ومره لقيته مش عارفه في البدروم، وكل يوم يطلع عليها تعابين جديده. فانا بقيت اتفاجئ اقول يعني وصلت للمرحله دي انه في اماكن سكنيه بيدخل علينا الزواحف بالشكل ده، ممكن الناس تتاذى بيها بالشكل ده. لا، هو عدم وعي وعدم ثقافه بانه حد فكر يجيب الكائنات دي ولما تأذى منها رمها في الشارع. لا، احنا نفكر ونقرر، وارجو كمان يكون البيت نفسه على وعي بدا انه يوعوا ولادهم الصغيرين اللي مش فاهمين ده. خليني يا دكتور سريعا، لان خلاص الوقت بدا يداهمنا، ففي الدقائق الاخيره عايزه نصايح للناس اللي بتفكر ان هي تعتني او يعني ان هي تاخد حيوان في بيتها. ايه التجهيزات اللي هتجهز بيها بيتها، المستلزمات، التطعيمات، الحاجات دي يا دكتور، عشان تبقى على وعي كافي؟ احنا قلنا خلاص اتكلمنا على موضوع البيت وان احنا نجهزه مكان. التجهيزات بالنسبه للحيوان ده لازم تحدد له مكان للاكل بتاعه، ما ينفعش ياكل في نفس المطبخ او مكان يكون منفصل عن اهل البيت، على اساس انه ما ينقلش امراض لو تعب او اي حاجه. الكوبايه، الطباقه بتاعته، مصادر لازم تكون ليها طباقه خاصه بيه سهله التنظيف. الحيوانات طبعا لازم تكون عارفه اماكن، اقرب اماكن بيطريه عشان لو تعب منك للرعايه الطبيه السريعه بتاعته. والاكل هو اكل حيوانات، لو اكلت لحوم تاكل لحوم وتاكل الدراي وتاكل الاكل الخاص بيها. اسمعت الناس بتعمل ميكس يا دكتور، الميكس يعني بتاع الاكل بتاعنا ما ينفعش، مش موجود دلوقتي دراي، او حسيت ان هو بقى كتير قوي بياخد منه في الشهر مثلا كتير فتنوع، ده غلط. هتنوع اكلات تفيد الحيوانات، يعني ما يعني مش بقى ايه اكل، مش بقى الاكل بتاعنا. عاملين مثلا فته نقوم نديله، عاملين طبيخ نديله، هو صحيح. مش هيقول لا، هياكل. بس بعد شويتين هتلاقي انت بتلف على الدكاتره، عنده التهابات معده، عنده مشاكل. فيراعي برضو حتى لو هنوفر من اكل اللي حوالينا، يبقى اكل يتناسب مع الحيوان نفسه عشان هو يديك نتيجه. ما هو كده مش هيدي اصلا نتيجه ليك، هتلاقيه طول الوقت عيان، تعبان، شعره ضعيف. والرعايه الطبيه ما فيش اسهل منها. هتطعم، تدي حاجات للحشرات، ويجي اوقات بتاعه الصيف لازم يستحمى ويتصرح. يعني هو تديله جزء من وقتك، انت جبت حاجه اديها بس جزء من وقتك تستمتع بيها وهو يستمتع بيك، بدل ما تبقى تجربه مليانه امراض ومليانه فلوس وهدر فلوس على امراض. يعني نضيع الوقت الجميل في التعب. جميل. وهي تربيه جميله، يعني حيوانات جميله جدا. هل في حيوانات يا دكتور يعني مسموح لنا ان احنا نخليها طليقه وعندنا كده في البيت بدون قفص، وفي حيوانات ما ينفعش نخرجها من القفص بتاعها ولازم تبقى معايا يعني فيها محكمه شويه في الحيوانات في اللي حابه البني ادم نفسه سعيده معاها، زي القطه والكلب. دول هم لو انت اصلا حبستيه او عملتيه كده يعني بتجاهل، هو نفسه بيحزن. فلما تطبطبي عليه والطبطبه والتلامس والتفاعل ده جميل. حيوان مثلا زي السمك، انت السمك اللي مش عايز حد يكلمه، هو عايز يمشي في الميه وتمام. السلحفه اذيه ليها، كل شيلك الشديد ليها ونشيل ونمشي بيها وكده. هي كل ديف جاي يتفرج على السلحفاه وماشي يشوف من بعيد، بس مش كل شويه تمسكها. انا كمان عليها اطفال العيله كلهم اللي بيتلموا على السلحفاه دول، عليها عامه على السلاحف في سالمونيلا، هي متعايشه معاها مفيش مشاكل، ما بتعملش حاجه معها. بس ممكن تعدينا، فلاي حد يتعامل مع السلاحف لازم يغسل ايديه كويس منتشف. علشان يغسل ايديه كويس عشان ما ندخلش في دايره التعب. اي حاجه فيها زواحف سيبها في القفص وبص عليها. العصافير نفس الحكايه، الا ما دول من العصافير يعني اللي مدربه ممكن تحب تقف على كتفك او كده، بس برضو مع الوقت هيفلت يطير، يتخبط في حاجه. صحيح. يفلت يطير بره خالص، يعني هتبقى حاجه تزعل. بياخد وقت قد ايه دكتور عشان يتدربوا على التعامل في المنزل ويبقى يعني خلاص قدر ان هو يتحكم مثلا لو هي في الحمام بتاعه او في التويلت بتاعه؟ يعني بياخد قد ايه وكمان يتعامل مع الاسره كلها؟ هو كل ما بيبقى الحيوان صغير انت بقى بتدربيه على اللي انت عايزاه، فبتبقى تمام. لو انت جايباه من حد انت عارفاه، هتعرفي منه تفاصيل، هو بياكل ايه، بيشرب ايه، بيعمل في اي، مثلا القطه بتعمل في رمله شكلها ايه، الكلب ده اخباره ايه، تمام. لو ده في حاله ان الحيوان معروف كده، فكل ما بيبقى صغير او وفيه طبيعه ياخد رعايه اطول. لا، كل ما بيبقى صغير واخداه صغير انت عارفه تفاصيله، بيتدرب بسهوله. تدريبه سهل جدا. حتى العصافير لو قبل يعني لو انت صغيره بعد الفأس كده وتلاقي التريش عودتيها على صفاره وتيجي وكده سهل جدا. الجزئيه الثانيه بقى، في حيوانات طبيعتها نظيفه، القطط هي عايزه رمله يعني مش هتعمل حاجه، الكلب عايز يتمشى. يعني دي ما فيهاش ايه تدريب، هو ربنا خلقه كده. جميل. النقطة بقى المهمة جدا يا دكتور اللي بقينا بنشوفها دلوقتي من مبدأ انقذ حيوان، بقينا بنشوف الناس كلها بتتعامل دلوقتي مع الحيوانات اللي في الشارع والحيوانات الضالة، شايفة خطورة الموضوع ده ازاي؟ ممكن الحيوان الضال ده ممكن يبقى فيه خطر على
اي حد اتعامل ازاي، ولو لقينا حد او حيوان فيه مشكله ايه المفروض التعامل معاه الصح عشان ما اقدرش انا اتاذي ولا اسيبه بالشكل ده. هو الحيوان الضال عايزين احنا عايزين ناخد ثواب، فبنشوفه ونجيب الطباقه ونحطها فيها الدراي، ده حاجه كويسه مش وحشه، بس ما تعملهاش جوه منطقه سكنيه، ما تعملهاش جنب بيتك، لان هو بعد كده هيعرفك، فاول ما تدخل العماره هيجري عليك، بس الناس الثانيه داخله العماره خايفه هيجري عليهم برده، هو مش فاهمين، فيعتبروا كلب ضال فيأذوه، فانت بتأذيه بطريقه غير مباشره. الحيوان اللي في الشارع انت مش عايش مع 24 ساعه، فهتلاقيه يا اما لاقيت له حشرات، يلا اكتر حاجه بيلقطوها الكلاب الجرب، القطط، الفطريات، والاصعب من كده السعار، ان ممكن يبقى الحيوان الطيب اللي انت بتاكله كل يوم ده زي الفل، يجي في يوم من الايام تلاقيه بيزوم عليك كده انت مش فاهم فيه ايه، تيجي مره ثانيه تيجي تقرب منه تقول انت مالك، يقوم عضد ايدك، دخلت انت بقى قصه هو عاطيني ليه؟ الحيوانات دي مش 24 ساعة قدامنا. طبعا مش واخدة تطعيمات ومش واخدة أي حاجة. لا احنا مش متابعينها فمش عارفين بيحصل إيه في الشارع ضدها، بس اللي عايز يأكل يأكل بعيد عن المناطق السكنية، لأن دي مشكلة. بيصعب يعني فعلا، أنا مثلا عايزة أعدي ألاقي شلة كلاب ماشية هي حبة واحد بس. وباقي الناس مش حابينه، فالناس طبعا بتفكر إزاي تتخلص منهم، فأنت أذيته وأنت مش عايز تأذيه. صحيح. فلازم هي بص تربية الحيوان نراعي بعضينا. ألف ب. اراعي غيري وغيري يراعيني، علشان عشان الجو كله يبقى بيحب الحيوانات، حتى اللي ما بيحبهمش يحترم اللي بيحبهم. حضرتك ذكرتي السعار ومرض السعار من اخطر الامراض اللي يعني بتنتقل من الحيوانات الاليفه للانسان. يعني شايفه زي محتاجين نوعي النهارده بخطوره مرض زي السعار النهارده مرض السعار يعني قاتل، يعني هو جه ما خدتيش التطعيم او تعاملتي مع الحكايه من الاول، انت كده خلاص الموضوع انتهى، ما فيهوش حد، ما فيهوش هزار. ودايما بيجي السؤال، احنا في النادي وجه حد من الاولاد والقطه خربشته، استعرت حصل ايه؟ دي حاجه متعارف عليها. فانا هقول لك يعني مختصر، لو اتعضينا نعمل ايه؟ سواء اتخربشنا او اتعضينا من حيوانات احنا مش عارفينها، او والنهارده برضو لو حتى الجار قال لك ده انا مطعم الكلب ده، معلش خدي برضو الحقن، ما تعرفيش بيقول حد يعني طعم صح ولا تطعيم كان عباره عن ايه. فلو القطه في البدايه الخربشه والحاجات دي بتاخدي حقنه ضد التيتانوس. دي يعني ضد التيتانوس. التطعيمات بتاعه السعار بتبقى 5 جرعات في اليوم الزيرو او اليوم التطعيم، اليوم الثالث، اليوم السابع، اليوم ال 14، ال 28، بروجرام لازم تتبعيه، ما ينفعش تطلعي منه، مش كفايه خدت حقنتين وانا كده تمام، لا، لان لسه المناعه هتتكون بعد اليوم بعد الجرعه اللي هي في اليوم السابع، فانت لسه قدامك وقت. صحيح. فما ينفعش ان احنا ايه كده. وبرده نخلي بالنا اللي لا قدر الله حد اتعض عند الرقبه او عند الراس، الحتت دي سريعه جدا لو الفيروس موجود يوصل ينهي حياه الانسان في بسرعه. ففي تطعيم بيبقى اجسام مضاده ايمونوجلوبين للقصه دي مع التطعيم اللي هو السعار ده، بيتاخد نص الجرعه في العضل في الايد ونص الثاني في الجرح نفسه. تمام. فلازم برضو نشوف مكان العض او فين. وتعامل بقى ان الجرح ما بيتخيطش، جرح السعار ما بيتخيطش. خايفين يعني عشان لو ميكروب او كده نعرف ننضفه بسهوله. فده التعامل في حاله اي كلب يعضك، مش لازم اشوف الكلب اعرف مسعور ولا مش مسعور، لا كلب عضني مجهول الهويه على طول اجري على ما تاخرش في اخذ ال 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 لا ما تاخرش اللي هي التاخير وكمان الجرعه المظبوطه او العدد المظبوط. والحاجات متوفره ومجانيه، هي مساله بس وعي ومساله ان احنا يعني ايه ما نهملش او والله يا دكتور شاب زي الفل كانت يعني اهله بيتكلموا على الفيسبوك وبيوعوا الناس كلها انه راح للاسف عشان عضت كلب وهو بس اتاخر في اخذ الجرعه، لكن بعد فتره ظهر عليه الاعراض كلها بتاعت السعار وتوفى، ما لحقوش خالص وما لا ما خدش ما تلحقش وانتهى حياه هذا الشاب. فاعتقد الوعي مهم جدا. النقطه الاهم يا دكتور بقى، واحنا بنشتري الحيوان الاليف النهارده مع انتشار الاسواق الشعبيه والاونلاين وبقينا دلوقتي ندور على طول على الجروبس مين بيعرض الكلب بتاعه والقطه بتاعته او وغيره من انواع الحيوانات الاليف، شايفه ايه الافضل عشان اشتري حيوان اليف يكون في ثقه ان هو خد تطعيماته تم رعايه ما يجيليش مثلا في مشاكل في امراض في حاجه، ايه افضل الاماكن مع انتشار الاماكن كتير والمصادر الكتير؟ هو كل ما نكون انا عارفه مربي
ومعروف بسمعه كويسه ويكون قريب مني حد عنده خلفه، لان ده هيبقى التعامل معاه اسهل، لانه مش هيبقى بيتاجر عليا او يعني هيضحك عليا في السلاله مثلا او كده، ولو ما حبيتش الحيوان ده هنفع ارجعه له تاني. كل الحاجات الاونلاين لازم تبقى مواقع معروفه قوي، لان كتير قوي بيشتروا من على النت وبعد كده يكتشفوا ان الحاجه مش هي اللي عايزينها او فيها مرض او حاجه، ما بيعرفوش يرجعوها تاني لنفس الشخص اللي عايزين يرجعوا له الحاجه يعني. فلازم على قد ما نقدر ان احنا ننتقي المكان، محل يكون معروف مثلا بسمعه طيبه، انا شايف الحيوان وانا اتمنى من كل واحد يشتري الحاجه يقول لي الشخص الثاني قدامي 3 ايام اسبوع كده لا انا هاخد الحيوان ده اجرب يعني اعيشه معاه، لان اي مرض هيبان على الحيوان من 3 ايام لاسبوع هيبان العيان، فدي فتره حضانه اي مرض. صحيح. فممكن اخده يبان عليا بعد 3 4 ايام، يبقى في اتفاق ديل. انا هديك الحيوان هديهولي بس لو ظهرت حاجه يعني اعرف ارجع لك او اعرف يكون ليه مرجوع ليك. جميل. اخيرا يا دكتور في اخر دقيقتين معانا ننصح كده الساده المشاهدين اللي بيعتنوا بالحيوانات او بيحبوا دايما تربيه الحيوانات في بيوتهم، ايه اهم نصايح اللي ممكن نوجهها او وجهتك كده؟ اهم النصايح ان احنا زي ما انا قلت كده لازم قبل ما نجيب الحيوان لبيتنا نشوف العالم المحيط حوالينا يكون متقبل الحيوان ده زي ما احنا بنحبه علشان تبقى التجربه جميله. والرعايه الطبيه مهمه 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 في التعامل مع الحيوان، توفير الغذاء اللي هو يتناسب مع احتياجاته، ولو ما حبيتوش ما ارموهوش، اديه لحد برضو زي هيكون بيحبه او يعني يكون عنده الدنيا اصلح في التربيه ليه، وهي تجربه جميله ربنا يوفق الجميع فيها يعني. حلو قوي الجمله بتاعت لو ما بحبوش او مش عارفه حتى اتعامل معاه ما ارميهوش، ارجوكم يعني ده مش سلعه ولا لبس ولا حاجه، دي روح، مهم جدا ان احنا يعني مسؤولين عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى قبل ما نكون مسؤولين عنها قدام نفسنا. وبشكرك يا دكتور في نهايه هذه الفقره، استمتعنا واتبسطنا، واكيد الموضوع مش عايز فقره واحده عشان نوعي الناس باهميه الموضوع، عايز فقرات. تمام. بشكر دكتور نانسي الكسار طبيبه بيطريه بحدائق الحيوان. ميرسي قوي، شكرا وميرسي على الندوه الجميله. شكرا. بشكرك يا دكتور. لسه مكملين معاكم فقراتنا ولكن بعد فاصل قصير، استنونا بالفقره الثالثه والاخيره.